والبهاء ونرقى دائما نحو المعالي ونحيا في سمو واعتلاء وناصر فيه قد أدى بحب وقدم دون ما أي انتهاء وقدم دون ما أي انتهاء أريقات الجمال هنا حديث وضحكة على القلب سلاما جمال الروح في خلق عظيم ونفس تطلب العليا مقاما ونفس تطلب العليا مقاما وخطو الخير مكرمة وعز به عن لجة الدنيا تسامى به عن لجة الدنيا تسامى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتحية طيبة ونسعد بكم ريثما يصل إلينا الشباب. نصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد ذاك النبي الكريم الذي كان الكون قبله في عطش ولم يكن له كبير شأن يسطره، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انبرت الأقلام تسطر وتكتب من جديد تقول هذا هو الحق وذاك هو الهدى. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابة ذاك هو رسول الله لن ند نده ولا الورد مثله ولو أن حاسده أثنى عليه لقال عدوه صدق. أهلا ومرحبا وحبا في كاريزما والواقع ومع الشباب ومع الأبطال، أسعد بكم وبالشباب ما شاء الله نوروا. أهلا وسهلا بسعد وأهلا بتركي، ومن سينورنا من الشباب الآن ما شاء الله العرسان، كنت راح أقول العرايس يا مرحبا بفيصل ما شاء الله، راح تخطبوا أنتم ولا إيش؟ جاي خطب. تفضل تفضل. السلام عليكم. معك سلام ورحمة الله وبركاته، منورين ما شاء الله. إيش هذه الحلاوة يا ولد؟ الله يسلمك. هلا هلا أحلى سيف، منور منور منور. نور نورك. الله يسعدك. منورين. مساك طيب. احنا جايين نخطب الاولاد طال عمرك. مين اللي يخطب للثاني؟ تخطب ولا يخطب لك ولا تخطبوا لبعض ولا العائله واحده رايحه زواج؟ يا حي الله سلطان. هذا الاب؟ لا هذا الاب. هذا والد البنت. والنعم والنعم. منور منور. خش محلو. راح تشوت فاوله انت؟ جالس تطبخ؟ بصلح العيال غدا اللي فاتهم الغدا الاول يا اخي مؤدب. انتظرك ترى عشان اشوف مذيع تلفزيوني على خشمي من يوم اضغط نفسي وانا جاي. تسمح لي؟ اي من عيوني. خليني اسلم على تركي وسعد. تفضلوا تفضلوا. هلا بالغاليين منورين. نجم الجمهور. ايش الحلاوه؟ ايش مين اللي نجم الجمهور؟ الله حصانه ورزانه. هلا 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 بسعد. تعالوا تعال على ما يجوا الشباب. اخباركم؟ الله يطول عمرك. اولا والله منورين، كل واحد فيكم احلى من الثاني طبعا. هذا لا برايم ولا شيء، انا اجيكم فقط بالجمال، اما انه واحد يطلع وكذا ما عندي. نعم استاذي. لانك جميل يا اخي. مؤدب الولد هذا محترم. انت طلعت صح؟ صحيح. كيف كانت الاجواء وكيف البيت والاهل؟ والله الاجواء كانت في التوب الين ما قابل جدتي الله يطول عمره. انا طلعت عشان جدتي. حلو. يوم طلعت وقابل جدتي قالت هاوشتني وقالت سلمني على ناصر. الله وليش تهاوشك؟ عف الله عما سلم. الله يسعدك ويسعدها الجده. ام مين؟ ام فيصل. خلينا نسلم على ام فيصل. ام فيصل الله يرضى عنك ويرضيك. الله احلى نايف. النظارات هذه متعوب عليها يا شيخ. شلونك؟ ما شاء الله. مين اللي اختارها لك؟ صديق في العمل. الله يسعدك. الله يعلي شان. والله جميل. الله يا سيف. الله يا سيف. اكلوبي رائع. منور. الله يسعدك. جايك انا كنت اقول لحبيبي الرجل المهذب الرائع سعد علوش الجدة ام فيصل سعودي. انا اقول ام فيصل قول هالامور طيبه خلاص. وقالت لك لا تعودها ولا ايش؟ ايه بغت تضربني. يعني الدرجة هذه؟ ايه والله. انت وش مسوي؟ انا ما سويت شيء بس كانت مزحة. لا لا لا. مزحة. لانك نقي وجميل فاخذت الامور بعفوية. ايه بالله جل عمرك. الله يحفظكم. حي الله نايف. الله يبقيك ويسلمك. منور والله. الله يسلمك. ايش الحلاوة يا ولد؟ شلونك طال عمرك؟ اولا عيونك الحلوة. ثانيا وانت الجميل.
ما شاء الله. وثانيا الله يرفع قدرك واسفين على التاخير لان عندنا بعض الترتيبات. لا لا ابدا والله المفروض علينا نحن نحضر فقرات كلنا يا حبيب عيني. بعض الشباب يسوي الترتيبات. لا لا ابد ترى تونا بادين. هلا بفايز. هلا بالزين منور. الله يرضى عنك. نورك يا حبيبي. الله يسعدك. الله يحفظكم. اخبار حبيبي سيف؟ الله يسلمك. اولا انا من الرياض. لا اولا الله يحييك. امين. نحب فقرتك. اقسم بالله اني طالع قبل شوي ما ادري طلعت في الهواء ولا لا، قلت انا بروح اخذ لي غفوه قبل فقره ناصر الا انت جيت، فانا فقرتك ما اتاخر عنها نهائيا. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني هو الاهم. مؤدب الشيخ. وش الاناقه يا جماعه؟ اتحداكم حلقه او حلقتين ورا بعض بنفس اللبس، بينتهي البرنامج وكل حلقه بلبس مختلف انيق اجمل اللي قبل. فحنا اذا لبسنا او تضبطنا فما راح نجي ولا ربع الاستاذ ناصر. والله مؤدبين. اولا جمال اعينكم واخلاقكم وطيبكم واطيابكم وروعاتكم. ثالثه الله يسعدكم يا رب. في عرف الجمال والدلال ان الجمال ينسب الى العين التي تراه اللي هي اعينكم. الله يحفظكم يا رب. وحبيبي تركي ما شاء الله منور. المحصن. المحصن كورونا يعني ما اخذ اللقاح حصنه والحمد لله. اول شيء مرحبا بك استاذ ناصر. حبيب عيني والله اني صاحي على عرق وعلى فقرتك، مع اني تعبان وذا بس اني صحيت على فقرتك عشان اني احبك ولا اني اقدم فقرتك. هذا اول شيء. ثاني شيء مرحبا بك واترك مع الشيخ فيصل آل حازم. الله فيصل العريس اليوم جاي عمرك. من وين راح تخطب انت؟ جاي نخطب الولد عندكم. تخطب البنت لمن؟ هو لا الولد صغير. جاي تخطب مني انا؟ والله انا اتشرف فيكم لكن انا اخواتي كلهم تزوجنا، ممكن اشوف لكم من الحاره. اهل الحي عادي. والله لازم من عائله سعد عبد الله. اسلم. اسمح لي انا ابدا. اي اول شيء اتشرف عمي ان شاء الله. مايكك مو شغال. كيف تزوجون واحد ما يشغل مايك؟ اللي جاي يخطب متوتر. اي متوترين. اول شيء اهلا وسهلا يا عمي، احب امسي عليك بالخير. الله يغفر لي على ابوي سديد. الله يسدد ايامك بالخير والعافيه. شيء ثاني احنا جايين ان شاء الله نطلب القرب من عندكم ان شاء الله. والله احنا بس طيب اقرب 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 طالب القرب اقرب اقرب. حلو سهل صعبه يعني. منور. اول شيء ابيك تخطب لي وابوي بعد نبي نخطب لابوي. ابوي وين راح؟ يعني انت راح تزوج نفسك وتزوج ابوك؟ ابوي لازم ما شاء الله تبارك. يعني انتم تبيعوا بالجمله ما شاء الله تبارك الله. الله لا يهينك. بس اضمني عند امي ما تهاوشني، ترى هذا مشهد تمثيلي لانه ابوي وانا ولده. صح. لا الوالده تفهم وتعرف. ايه؟ ان الاعلام قصه جمال وقصه دلال ورند وعرار وشيح وقيصوم. نعم. انت ما خطبت؟ لا ان شاء الله على يدك. فيكم واحد خاطب هنا ولا قريب؟ لا عادي اعترف وما فيها. في ناس متزوجين هنا. لا براحتهم، لكن اقصد هل في واحد خاطب قريب؟ فيصل خاطب. ما شاء الله. اتعلم من الخاطب. لا باقي. باقي والله. ان شاء الله قريبا. نايف لا تتاخر. تراك عنصر مهم انت. الله يحفظكم. الله ويسعدكم. حي الله فايز منور. ما سمعنا صوتك الحلو. لبيك. نسمع منك. الشباب جاي يخطبوا. ايش الله يا طويل العمر والسلام. انا جيت اكتسب لذة الحوار معك. الله يعلي شانك. تواجدي معك هذا مكسب. هذا من ادبك ولطفك. انت قلت الكلام ده منين؟ من راسي. شوفوا احنا باذن الله انا سعيد بكم، وبعد شوي ان شاء الله راح نعطيكم اساسيات في التقديم التلفزيوني، ثم الطاوله راح يكون حوار، واحد مقدم واحد ضيف، واشوف وان شاء الله هذه مقاطع تنزل لكم تبقى لكم ذكرى جميله. كيف تشوفوا اساسيات التقديم التلفزيوني؟ متى تنظر للكاميرا؟ متى لا تنظر؟ لانه الكاميرا تحب الذي يحبها يعني، ويتعامل معها بذكاء، وهذا ما يسمى بالقبول عند الشاشة. كانت بذكاء تقول يعني مو دائما مو دائما بذكاء. نعم. كانت مذيعة كبيرة في إحدى القنوات الإخبارية العالمية تقول، يعني أنا أخذت عندهم دورة كان من المفروض يقدمها مذيع عالمي فغاب فجاءت هي. نعم. لا حتى هو متمكن جدا. قالت سبحان الله لا يمكن أن تشتري محبة الناس ولو بالمال. قادر تدفع للناس المال فيوالونك مؤقتا لكن لا يحبونك، فإذا أحبوك ترى أنتم لكم من المحبة والحضور والقبول ما لو دفعت فيه الأموال ما وفته، لأنه ممكن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. يعني مسألة
أن يقبلك الناس هذه من أعظم منن الله على العبد. ما تنشر هي أشياء لا تشترى من بينها هذه. إذا حبك الله أحبك الناس. لأنه الإنسان سيندم على خمس أشياء في أخريات عمره. سنت. يعني كل يعني حتى الغربيين فيهم عقلاء والحكمة ضالة المؤمن، هذا طبعا لا يصح حديثا لكنه يصح معنا. نعم. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. من الأشياء الخمسة، وهذه ممكن قد تكون مشترك عند الإنسانية جمعاء، أنه خمس أشياء يندم عليها الإنسان في آخر عمره، من بينها إيش؟ أنه كان يخاف من أشياء أكثر من اللازم. هذا واحد، يعني لأن الخوف في الأذهان أكبر من الخوف في الواقع والميدان. ترى كثير مما يخافه الناس لا يقع. الخوف في الأذهان، في الذهن، في الداخل أكبر من الخوف في الواقع والميدان. من الأشياء اللي يندم عليها الإنسان يقولون في أخريات عمره أنه لم يجلس مع أسرته وأحبته كثيرا. تجد أنه كل اللي كنت تفعله إذا لم يكن لأسرة جميلة ولأحبة وتظهر لهم الولاء والجمال والمحبة، فيمكن أن يربح الإنسان كل شيء ويخسر أسرته، فهذا لم يربح شيء. لم يربح شيء. صح ولا لا يا فهد؟ صحيح. لكن والشيء تحس أسلم. المرحلة اللي أنت تقول اللي توصل لدرجة أنك تحاسب نفسك على الشيء الفلاني والشيء الفلاني أنا سويته أنا، أو ما عاد يهمك شيء بين قوسين يعني كلام الناس أو انتقاداتهم، هذا تسمى المرحلة الملكية. أنك راضي عن نفسك بكل شيء تقدمه، بشكلك، بأسلوبك، بردود أفعالك، ما عاد يهمك أحد. ما هو معناتها أنك تستنقصهم، لا، إنه ما عاد يأثر فيك مثل ما كان يأثر فيك قبل. هذه تسمى المرحلة الملكية، إنك تسوي كل شيء برضا تام عن نفسك. الله، كلام جميل، كلام جميل ومهذب من واحد مهذب. الله يرضى عليك. الله يسعدك. هلا بناصر. تلميذك. هلا 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 والله هذا من الشخصيات اللي أغليها. كلنا. وأعزها. أخي والذي نفسي بيده إني أحبك كل يوم. الله يسعدك. يزود غلط كل يوم. وأنت كذلك والله. يا حبيبي والله. رضي الله عنك. وش ذنبك لي؟ هذا الله يمنح. استاذ مناحي. الله يسعدك، هلا بالغالي. تعلمنا منك اللطف والركضة يا شيخ. أعطيني واحدة. والله توك صاحي. تقدر تركض؟ لا شوي بس. اللطف. إيه. لا غير. غير؟ هو والله أنا. دقيقة، هو ما يدري وش يعني لطف. كيف يعني لطف؟ يعني المظهر. الله يسعدك. هنا ولا هنا ولا وين؟ والله أنت داوم مع كل في كل مكان. هيا الله حبيبي ناصر. الله يسعدك استاذ ناصر. يلا انتظركم عشان احنا سنبدا. انا هنا. انا كيف امورك؟ والله الحمد لله. الله يسعدكم، نورتوني جميعا. احنا الان سنبدا، تتفضلوا عشان ترتاحوا، ثم راح يتقدم كل واحد معي على الشاشه. خليكم في نفس البشت والكشخه والخطوبه، ابشر لك نشوف لك من الحي، اما لانه اخواتي كلهم ما شاء الله. الله يحفظكم ويسعدكم، وأن أراكم دائماً في سعادة وخير. هنا تمام جلسة الشباب ولا كلهم يروحوا في جهة واحدة؟ نايف وسيف وسالم عشان الكاميرا فقط. الله يحفظكم يا رب. خيب، طيب خيب هنا يسقط الجوال، خليني أحطه هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد. أنا والله سعيد بكم، وأنتم لا تتصورون درجة محبتي لكم وسعادتي بكم ومكانتكم في قلبي وقلوب الناس. بما أنه ما شاء الله ملكتم في شيء اسمه الروح، وفي شيء اسمه الكاريزما، وفي شيء اسمه الشخصية. يعني واحد مثلا يقول لما يجي يخطب امرأة يعني يبغى فل كامل، صح؟ وش تسمى بالفرنسية؟ تولي زوبسيون. إيه أحسن. يقولون إذا أردت امرأة مثل فاطمة فيجب أن تكون مثل علي رضي الله عن علي. يعني أحيانا في عالم البشر أننا نرجو مرحلة الكمال. أنت في نفسك تتغير، وأحيانا تعجبك الكوسة، الطماطم، مرة العسل، فكيف تريد أن يثبت لك الناس على شيء واحد؟ من العقد البشرية أنه الإنسان، وهذه في الإعلام بعدين أقول لكم، أنه يظن أنه سيصل إلى مرحلة يكمل فيها كل شيء، وهذا ما لا يكون. عقدة الكمال من أكبر العقد التي تؤخر الإنسان عن النجاح، أنه إلين يضبط كل شيء ثم يبدأ. يا أحبتي أهلاً، أهلاً بالودعاني، أهلاً بابني صارة، تعال
الوالدة سارة صح؟ أسأل الله أن يطول عمرك وعمرها وجميع المسلمين. نعم سارة آمين، التي تدخل السرور على قلبي وعلى قلب كل مسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هي سارة بالشد ولا بالألف؟ لا بالألف. لا تروح يمناحي بالألف. بالألف سارة. سارة سارة بالألف سارة كذا. سارة نعم ما شاء الله. وش تقول عن الوالدة سارة؟ لأني أنا أهني والدتك بك أنها أنجبت، يعني حق لسارة خالتي المرأة الكريمة النبيلة أنها أنجبت رجلا بمثل ثقافتك وأدبك، بغض النظر على الكولاجين اللي ما أثر عليك لأنك وش تقول للوالدة؟ خليك عندي حتى ما تروح الكاميرا. أقول شكرا على الإطراء الجميل والكلام اللي يسعدني. أمي بالنسبة لي يا أخي عشق لي ينتهي. الله الله العظيم أن الكون كله في جهة، أمي في جهة، أحبها وأعشقها عشقا جما. الله يرضى عنك وعنك ويطول في عمرها ويجعلني إن شاء الله بار. آمين يا رب، وأن يحفظنا وإياك ومات المسلمين. ابن تيمية كان يقول عن أمه أمي السعيدة، أنت وش تقول عن الوالدة سارة؟ أمي كحل عيني نبض قلبي، أتكلم عنها وقلبي يتناقص طرب الآن. الأم هي الربيع، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الله يسعدك. الأمهات مصانع الرجال ومنشأ الصناديد الأبطال. كلام كلام مدرسة مدرسة. من وين تجيب الكلام الحلو ده؟ تعلمنا منك يا قلبي. يقولون إن الكلام لا يكون لذيذا في أذن متلقيه حتى يخرج لذيذا من لسان ملقيه، فإذا ألقيت في الناس عسلا تلقوه شهدا. يا سلام عليك. وربيعا. الله يجمعنا ولطفا. الله يعطيك العافية. سعيد بك. شكرا حفظك الله وطول عمرك ربي يكرمك. حفظك الله. نور عشان تطلع على الشاشة الآن بإذن الله. ففقط أعلق على هذه الجزئية يا شباب، معي نايف سلطان، أن عقدة الكمال من أكبر العقد اللي يعانيها الناس في حياتهم، يعني أنه يريد الإنسان أن يكون كامل في كل شيء ثم يبدأ دائما. ترى الخطوة الأولى هي المشكلة، أنت فقط محتاج إلى أن تبدأ، فإذا بدأت وصلت بإذن الله. جربها وأنت مسافر الآن رايح من الرياض إلى المدينة أو مكة، شفت الزحمة اللي تلقاها في الرياض في الأول، ثم لما تتحرك شوية خف الزحام، ثم لما توصل للمحطة حق القصيم هذه عشان تأخذ منها بضاعة يخف الزحام، ثم تتضح لك معالم الطريق. يعني دائما إنه ليس بينك وبين تحقيق أهدافك بعد فضل الله إلا أن تبدأ. ابدأ ولو بأثقال طينك، ابدأ ولو بتعبك، ثم صحح. ترى بعض الناس يريد يصحح كل شيء ثم يبدأ، ستنتظر طويلا وتتعب طويلا. ابدأ وفي أثناء المسير صحح وصحح وصحح. واحد راح يقدم على وظيفة، حاط في السيرة الذاتية كذا وكذا، من بينها أني أهوى القراءة والكتابة، فاللي سوى معه المقابلة واللقاء قالوا لماذا لم تكتب في سيرتك الذاتية أنك تأكل وتشرب أيضا؟ كيف؟ قالوا معناها يجب أن تكون القراءة مثل أكلك وشربك، هذا جزء من حياتك، مو شرط تكتبه عندي في السيرة الذاتية. فاليوم لما تكون مذيع إن شاء الله راح تجلسوا على هذه الطاولة أشوفكم، هي ثلاث وصايا بعد توفيق الله وفضله والاستعانة به. اقرأ، ثلاث وصايا، ثم اقرأ ثم اقرأ، حتى بلغة العصر اليوم اسمع ثم اسمع ثم اسمع. الإنسان يملك قاموسين، الإنسان يملك قاموسين، ماذا يملك؟ مفعول به صح؟ قاموس سطحي وقاموس عميق. القاموس السطحي هو اللي كيف حالك واخباركم وكيف الاهل وكيف الوالده وطمني عنكم، الذي يقوله كل الناس، وهذه ما تسمى باسئله اذابه الجليد، هذا قاموس سطحي. قاموس عميق هو اللي يملكه امثالكم والمشاهدين والمشاهدات الكرام، هو جماليات الحياه والروح والعذوبه والجمال والدلال، هذا اللي ياتي نتيجه القراءه والمطالعه ومجالسه الايجابيين والاخيار. فإذا كان القاموس السطحي هو الأكثر، دائماً مجالسك ما فيها ناس يضيفون لك وتضيف لهم، سيبقى كلامك السطحي هو الأكثر في كل حياتك. ليش بعض الناس حتى وانت تحكي معاه عادي تجد أنك تستفيد ومستمتع؟ لأن القاموس العميق كبير. مسألة أخرى في الإلقاء بعدين والتقديم، ليش بعض الناس إذا جاي يلقي، ليس كلهم طبعاً وليست عيباً، تلقاه يعني يبطئ كلامه. أولاً تبطيء الكلام ترى جيد في موضعه، لأن فن الإلقاء وش هو؟ هو فن السكتات. الإلقاء الجيد هو فن السكتات، متى تضع الفاصلة ومتى تضع النقطة
ومتى تسكت؟ تسكت حين تتمنى الجماهير أن تواصل فتسكت. يعني لئن يقول يا ليته زاد أفضل من أن يقول ليته سكت. فبعض الناس ليش يبطأ كلامه أثناء الحديث؟ قلت لك يعني قلت أنه لها موضعها المناسب، لكن بعض الناس يبطئ طريقة الحديث لأنه يخشى أن تخرج كلمة من كلامه السطحي الذي تعوده في مجالسه. فإذا كان حتى السطحي فيه نبلاء أمثالكم لا تخشى، حتى لو أسرعت في الكلام لن تخرج إلا نبلا وطيبا في أحلك الظروف. شفت البرتقال لما تدعسها سيارة ما تخرج إلا برتقال، ولما تحطها في الخلاط برتقال لأن فيها برتقال، لا يمكن أن تخرج حنظلا يوما من الأيام. فلا تقول لأن الناس ضغطوني، لا، أنت برتقال، فهذا اللي معدنك الجميل. نرجع للإلقاء. الآن أمامكم كاميرات، وأنا أستأذن اليوم من الشباب والمخرج والفريق والإدارة أنه يحق لكم النظر في الكاميرا أثناء الجلوس هنا. مرة كنا في الحج، كان عندنا برنامج المجد في المشاعر، وتأكدوا يا شباب أن كل برامج الدنيا في كفة، ولما تقدم برنامج في الحج تلفزيوني في كفة. البرامج التلفزيونية في الحج فيها جمال وروح وعذوبة، وهذه اللي قلنا الكاريزما، الروح الشخصية. الشاهد وين؟ فأتانا ضيف وكان معنا أستاذ اسمه أحمد الكناني من أهل جازان، والذاهب من الرياض إلى جازان يقول أنا ذاهب إلى جازان، واللي يكون في صامطة مثلا يقول، وإذا ذاهب إلى وسطها يقول أنا ذاهب إلى جيزان. جازان وجيزان، فالخارج منها يقول جازان، والذي فيها وسيذهب إلى وسطها يقول جيزان. هذا أحمد الكناني أستاذ كبير، لما أتى الضيف أنا أول مرة أشوفه. هذا الضيف إيش بدأ؟ خليك معي مخرجنا، هذه مهمة الآن، معي الكاميرا هذه، أعطيني إياها، قل لي أني ممتاز. الضيف، أنا أتكلم عن ضيف، لما رحب به المقدم إيش قال الضيف؟ قال الآن هذا هو المقدم، قال أهلا وسهلا بك، سعدت بك وتشرفت بهذه الاستضافة، وأهلا بالمشاهدين الكرام. مباشرة أحمد الكناني قال لي هذا الضيف متأكد أنه ليس هذا أول ظهور تلفزيوني له. قلت له كيف عرفت؟ قال لي شوف لما خاطب المقدم قال له أهلا، الله يا نايف برافو علي، سأتيك، الله يرضى عنك ويكفي كل هم ويميط عنك الأذى، هذه تفاصيل صغيرة يتقنها الكبار. الله يسعدك. معي يا أبطال. إذن وش قال الضيف؟ أنه لما قدم، الآن أنا معي مثلا محمد، لما يقدم يقول أهلا وسهلا بك، يقول أهلا وسهلا سعيد بك وشكرا هذه شكرا على هذه الاستضافة في قناة الواقع، وأرحب كذلك بمشاهدي الواقع. قلت له كيف عرفت؟ قال لي طريقة أن يخاطب الجمهور من أثناء الكاميرا هذا معناها حريف ويتقن فن الخطاب. معناها في الإلقاء إذا كنت تتحدث عن الجمال قل والنبلاء أمثالكم، قل وبعض الناس سيء، لا ترمي على جمهورك، هذه من أدبيات الخطاب. يعني في الأشياء الجميلة أشر إلى الناس، قل ما شاء الله أمثالكم تبارك الله، لكن إذا جيت للخطأ لا تؤشر على الناس تقول وبعض السوء، حشاكم، وبعض السوء، وبعض السوء. إذن متى أنظر إلى الكاميرا أنت أيها المذيع؟ في المقدمة، والمقدمة ركزوا معي يا شباب، لا يجوز إعلاما وأدبا وأدبيات، لا يمكن، وحتى تلقي هنا المقدمة تقرأ ولا تحفظ، المقدمة تحفظ ولا تقرأ، المقدمة تحفظ ولا تقرأ، إياك ثم إياك وأرجوك وأترجاك لا تقرأ المقدمة من الورقة، وجرب سيظهر قفاك الله يكرمك للناس وأنت تقرأ بهذه الطريقة، يعني صورتك غير جيدة. إذن أول شيء وأنت تقدم احفظ المقدمة، واحفظ لك 5 مقدمات أو 6، كلما طلب منك حتى لو سريعا قالوا لك اعطينا شيء انت جاهز. مخرجنا اعطيني الشباب، جيب لي صوره عليهم، الله يرضى عنك مخرج كبير، احسنت، وانت عليهم انا راح اشرب، هذا من الذكاء. الله يحفظكم ويسعدكم، منورين، كل واحد احلى من الثاني. معي يا شباب. طيب وين القلم؟ تعال معي مخرجنا الكبير للسبوره الان،
عشان نبدأ في التطبيق. إذن أول شيء قلناه في المقدمة، المقدمة ترى هي أساسيات كذا، المقدمة تحفظ ولا تقرأ، لا تقرأ مقدمتك من الورقة. ثانيا لا تعتذر، لأن كل الذي تقوله بعد الاعتذار أيها المقدم التلفزيوني لا يؤبه له، لأنك لم تحترم عقول من يسمعك. إذا أردت أن يقبلك الناس على الشاشة فاحترم العقول، احترم عقل من يسمع، كان سواء أماً أختاً بنتاً. تدري ليش؟ حتى ترى هذه لكم الآن، الناس في بيوتهم ادخروا من أوقاتهم والريموت بين أيديهم، كان بإمكانهم أن يغيروا إلى قناة أخرى فلم يغيروا، وجالسين يتابعوك، فماذا أنت صانع وماذا أنت مقدم لهم؟ فاحترم عقل من يسمعك ولا تعتذر، لا تقول والله أعتذر على عدم تحضير. طيب ما دام ما حضرت لماذا أتيت؟ ليش البعض يقول أعتذر؟ يريد أن يقول أعتذر حتى يظهر بصورة كبيرة، تراني رغم أني اعتذرت إلا أني قدمت لكم مادة. لا، مباشرة أدخل في صلب الموضوع. المقدمة لها ثلاث حروف، والآن أريد واحد فيكم يطلع يقدمها. ركزوا معي يا شباب، المقدمة مخرجنا هنا تأتي، خلينا عشان الشباب في من ذي. المقدمة لها ثلاث شروط، مجموعة في كلمة ماج. وش معنى ميم وألف وجيم؟ خليني أقول، المقدمة تحتاج ثلاث حروف. الميم معناها إيش يا محمد؟ لا، المقدمة حتى تحفظوها هي مجموعة في ثلاث حروف. الميم معناها قول مخ مختلف. لا، مختصرة، لأن المقدمة يجب أن تكون فقط وجبة تريد أن تجوع المشاهد، فهي يجب أن تكون مختصرة. الألف إيحائية، يعني معبرة، برافو عليك. والجيم جاذبة. إذن الميم مختصرة، والألف إيحائية، والجيم جاذبة. فإذا كانت مقدمتك مختصرة إيحائية جاذبة، هنيئا لك بالمشاهد. ليش؟ لأنه يقولون أن المشاهد يملك الريموت 10 ثواني إلى 20، إذ أعجبته ما إن أعجبه ما ستقول بقي عندك وإلا غير. فأنت محتاج كثيرا إلى حرف الجيم أن تكون مقدمتك جاذبة. إذن ميم مختصرة، خلينا نكتبها كذا، برافو يا أخي أبطال، والله أبطال. محمد وش يقول الشاعر؟ أعطيني شعر على ما أكتبها. أوف ليش؟ روح لي على محمد يا مخرجنا. وما نيل المطالب بالتمني مختصرة. أي أسلم؟ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. شوفوا يا شباب، إذن تعال معي مخرجنا الكبير، والله بطل. المقدمة مختصرة، اثنين إيحائية، خليني الهمزة هنا، هذه ما إيحائية يعني تقدم للموضوع الذي ستقوله. يعني الآن مثلا تريد أن تتحدث عن السعادة، يجب أن يشعر المشاهد إيش طبيعة. أنت لا تخبره عن السعادة وتعرفها في المقدمة، وسيأتي إلى أخطاء في المقدمة. لا تقل كل شيء في المقدمة، اجعل المشاهد جوعان، يحتاج أن يجلس معك ليفهم. أما إذا أعطيت له كل شيء في المقدمة فهذا ليس صحيحا. والجيم جاذبة. إذن مختصرة، ترى مو فقط تقديم تلفزيوني، بكرة تقدم دورة، أنت معلم، معلمة، مقدمتك مختصرة إيحائية جاذبة. اسمح لي والله، تعال قدم. لا أنت أول نموذج أخذك، تعال والله. لا لا لا, لا. علمتك أول نموذج، تعال بما أنك راح عندك سهرة الليلة. إيه نعم، يلا. اللهم سلم سلم. إيش تبغى يا حبيبي؟ تفضل. بسم الله محمد، بس لأنه يمشي أخذ معه النموذج الأول. بسم الله، يلا استريح. بسم الله وبركة الله، منور، هذه موتك وجودك يا قلبي.
خليني أجلس جنبك. أتشرف اليوم. بسم الله. الله يطول عمرك ويسعدك وأتشرف كذلك. أنا أهلاً من الأستاذ ناصر. كل واحد سيجلس هذا المجلس الآن. طيب أنت الآن نعم ستكون مقدما. حلو. هذه هي كاميرتك. نعم. وين كاميرا محمد؟ لحظة خليني أخرج. أعطيني أو يسار اللي هذه. طيب ها محمد هذه كاميرتك. لا 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 هنا شباب. محمد هنا هنا. يلا خليه يبدأ الآن. راح يكون موضوعنا عن السعادة. أنا ضيفك. نعم. أنا أريد من أنت الآن مقدم. أنا أريد أن أراك مقدما. خذ راحتك. المقدم ما يكون جالس يكون واقف. لا مقدم تلفزيوني. تلفزيوني هي ما هي دورة. دورة إن شاء الله نأخذها في دبي بإذن الله. يلا قدم. بسم الله أقدم. تبغى أنا هذا كاميرا. إيه نظرك للكاميرا الآن. نظر. أهلا وسهلا وحياكم وبياكم والحمد لله المتفضل بالجود والإحسان والمنعم على عباده بنعم لا يحصيها العد والحسبان. أنعم علينا بإنزال هذا القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. نتكلم اليوم عن السعادة وما أدراك ما السعادة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يرزقنا السعادة. السعادة أرى أنها هي كل شيء في هذه الحياة، والله يكفينا وإياكم شر الشقاوة ويرزقنا السعادة. السعادة في حياتك وأن تكون إنسان إيجابي، والسعادة تكون في ألفاظك ويكون اختيار الألفاظ الجميلة التي تبعث الروح وتبعث السعادة للشخص اللي أمامك. ممتاز. أنت الآن صح. أنت الآن يعني أخذت يعني عشت بنا أو قدمت وكنت محاضرا أكاديميا يعني كنت أكاديمي جميل. الآن أنا أريدك تكون مذيع تلفزيوني، يعني ترحب بالمشاهدين قناة الواقع وترحب بضيفك وتطرح علي أول سؤال. أنت نجحت في الأول. حلو. الآن أريدك في الثاني ترحب بالمشاهدين. قلت لك المشاهدين هناك والضيف هنا، وإذا جيت خاطب المشاهد إيش سوي؟ يعني أعطيني المخرج الكاميرا. يلا هذا هو النموذج. واضح يا مخرجنا؟ أبدأ. تعال عندي. يلا أبدأ. لا أبدأ أنا أعطيك وش راح أقول. لا أنا عارف شو بقول. شوفني. لا 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 أنا الآن قصدي حتى الشباب يكونوا معنا في الجو. بسم الله. جاهز؟ 1 2 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الواقع، تحية طيبة، سعيد بكم في هذا اللقاء. سيرة ومسيرة. أسعد بضيفي الأستاذ محمد الودعاني. أهلا وسهلا بك. أهلا حياك وبياك. تمام؟ رحبت بالضيف التفت إليه. مشاهدينا الكرام يمكن أن نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم عبر الأرقام التي ستظهر تباعا من داخل المملكة وخارجها. الأرقام هنا في الكاميرا وليست عندك. لا تلتفت للضيف. نعم نعم. وتقول الأرقام تظهر. وين الأرقام؟ واضح في الشاشة الآن. الآن يعني أقصد في المقدم جاء اتصال. في الاتصال لا تعبث بالجوال ولا تشرب، يعني إلا إذا الكاميرا بعيدة والمخرج يعطيك، يعني حتى يشعر المتصل أنك مهم عنده. نعم تفضلي يا أستاذة سارة الودعاني. أهلا وسهلا بك الوالدة. طبعا أنا قبل 4 أيام لا الجمعة اللي راحت كنا في المسجد وسألته عن اسم والدته وصررت لأنه لها ارتباط بسارة وإبراهيم عليه السلام. نعم عليه السلام. تفضلي يا أستاذتي الكريمة. الولد يسمعك. نعم ابني مشاغب. الله يرضى عنك. الله واضح أصلت. أعطيني الآن أنت نموذج تقدم. خاطب الكاميرا ثم رحب بضيفك ثم بالمشاهدين. أهلا وسهلا بالجمهور الغالي من أمام الشاشات. مرحبا عد ما هلت رفاياها والترحيب للقاصي مع الداني. نرحب بضيفنا الغالي الأستاذ ناصر سي الجميل المخضرم صاحب الكلمات التي تبعث السعادة. فلتتفضل مشكورا. الله يسعدك. أنا سعيد بك، ورغم أنه لي فترة يعني على ظهور التلفزيوني لكن لما دعيت وعرفت أنك أنت المقدم لبيت الدعوة. أهلا وسهلا، وهذا من طيب حظي وشكرا من أعماق القلب، وإن شاء الله تغمرنا وتبهرنا بكلامك الجميل ومعلوماتك وثقافتك. الله يسعدك. سعيد آمين. بك انتهى اللقاء. شكرا جزيلا. حفظك الله. الله يسعدك. الله يرضى عنك. والله أني سعدت بك. شكرا. وأني الله يطول عمرك. وأني أحبك. وأحبك. الله يوفقك. الله يرفع قدرك. يلا وشوف قريب بإذن الله مذيع ناجح بإذن الله. الآن أنا سأخذكم كلكم، كل الشباب سيجلسون على هذا الكرسي.
قول يا حبيب محمد. قالوا لك اجلس. والله ودي بالمقعد لكن مثلهم يعذرون عندي انا علمتك بالعذر واستبيحك عذرا ولا فقرتك جميله جدا واستبيح الجمهور كذلك. بس الى متى وانت تعتذر؟ انا دائما احب وجودك. اليوم والله عندي فقره. الله يسعدك. طول عمرك. ابد ابد. حفظك الله. رضي الله عنك. سعدت بك. لبيك. انا قبل ما اخذ نموذج الشباب. شكرا يا محمد. مذيع كبير. الله يسعدك. طيب انا ودي استاذن فقط المخرج. هل ممكن انا احس الزاويه اللي كانت عند محمد والكاميرا عاليه ممكن ما ناسبه كثير. تمام. لا قصدي نقدر نغيرها ولا طيب الان سنغير. جاهزين شباب عشان ناخذ كل واحد نموذج قبل ما ناخذ النموذج؟ نعم نعم. لو تتكرمون علي نتعاون في نقل الطاولة هنا حتى تكونوا مرتاحين في الجلسة. تعال ناحية طبق. المذيع أنت تركي متمكن. أبو سلطان هلا جاهز؟ يلا أبشر يا أخي أبطال والله. الله يكرمكم. هلا حبيبي. نسمع سعد أسعود. ليش أنا أقول لك؟ لأنك سعد وسعادة. طيب أسلم تراني جاهز مرة. جاهز؟ جاهز جاهز مرة؟ مرة. أصلاً كلكم ستمرون على هذا المكان. أسلم المكان هذا لا يحلو إلا بكم. ممتاز برافو عليك. الكرسي الثاني الله يكرمك. قبل عشاني بروح أصلاً أكمل غداء. أنتظرك أبدأ عشان تقدم الآن؟ إيه. طيب خليك يا حبيبي عبد الله هنا. إيه تفضل. تريد تكون مقدم ولا ضيف؟ مقدم. ممتاز. الآن مشاهدينا الكرام راح نشوف هذا النموذج. حبيبنا سلطان مقدم وعبد الله العتيبي ضيفا عليه. موضوعك سيكون عن الثقة بالله. الثقة بالله. تفضل معك دقيقتين. نجلس ولا نكون واقفين؟ هذه كاميرتك. لا لا اجلس. هذه أنت كاميرتك. هذه هناك عبد الله. هذه كاميرتك. يلا تفضل. الكاريزماتك خليك شموخ. يا شباب يا شباب المقدم لا تخلي ظهرك منحني ولا تلزق ظهرك لا تسوي. الانحناء الظهر يدل على اشياء كثيره في الاعلام على عدم الثقه على عدم كذا. خليك يلا. هذه لف لف على الكاميرا هنا. يلا ابدا على نحسب لك على ثلاثة. واحد اثنين ثلاثه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائنا المشاهدين حضورنا الكريم نرحب بكم اجمل ترحيب. فاهلا وسهلا بكم. سعيد بتواجدي معكم في هذه الفقره. موضوعنا مهم لدى كثير من الناس وهو بعنوان الثقة بالله. ولقد أحضرنا إليكم رجل له الذكر وله جميع الصفات التي تفيدكم. ونرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله العتيبي. مرحبا حياك الله أخوي عبد الله. يا مرحبا فيك. أيضا أشكرك على الاستضافة وأرحب فيك وأرحب في السادة المشاهدين. مرحبا حياك الله. الله يبقى. سعيدين بتواجدك معنا. أعزائي المشاهدين طبعا موضوعنا مهم وله عدة فروع وله عدة طرق وله هدف أساسي. موضوعنا ضيفنا العزيز هو الثقة بالله والتوكل على الله. التوكل التام. فماذا تحب تقول لشخص أراد أن يصل إلى هدف وهو معتمد على بشر ولم يعتمد على الله الاعتماد التام إنما علق ثقته واعتماده بالبشر؟ أولا أكرر ترحيبي فيك وفي والإخوان المشاهدين والموجودين معنا هنا. وموضوع الحلقة عن التوكل. التوكل بالله شيء ضروري وشيء في الإيمان نفسه. فالله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. والتوكل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح بطانة وتعود خماصة. جزاك الله خير. سعدنا بتواجدنا معكم إخواننا المشاهدون حضورنا الكريم. لا نقول لكم وداعا ولكن إلى حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب استاذ ناصر ابي تنقلوا ابشر راح نرجع بعدين ابشر بعدين نعكس الادوار ما شاء الله منور نور نورك الله يسعدك الله يكرمك شكرا يا عبد الله العفو تألقت شكرا الله يحفظك الله يعافيك يلا راح اعطيكم بعض الملاحظات للجميع وحلو اول مقدمه اختياركم للمواضيع وتنسيقكم شوفوا يا شباب عفوا لازم كل شيء يكون مرتب ترى التعود على الترتيب مره سيكون لك سجيه في حياتك اول مره تقدم شوفوا يا شباب اولا اشكر حبيبي سلطان وحبيبي عبد الله على هذا التقديم لكن بعد هذا الجمال وبما انك اول مره تقدم واول مره تنظر الى الكاميرا في ملاحظات نختصرها كالاتي اول واحده في عالم الاعلام وفي عالم التقديم حتى في الدورات او كذا لا تقول عن برنامجك اهلا ببرنامجكم الجميل او الموضوع المهم او كذا يعني قضيه موضوع المهم قد تقبل يسموها نوعا ما لكن لا دائما اترك الجمهور هو الذي يمدح برنامجك لما تقول اهلا بكم في برنامجكم الرائع والجميل اول مشاهد يقول على اي اساس جميل يعني هو ينتقدك طبيعه البشر هكذا الاجمل لما تكلم عن هذه براحتك القناة غالبا لأنه الإنسان قد يميل إليها وإن كان احترافيا غالبا تسمي القناة فقط أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الواقع تحية طيبة لقاء جديد من سيرة ومسيرة يعني غالبا كذا لكن في اللقاءات الودية والبرامج الواقعية وكذا هذه قد تقبل الأمر الثاني إذن لأنه في عالم البشرية سبحان الله البشر في نفسياتهم لو الآن أفتح أنا ونايف شراكة شركة لو أقول لك نايف بما أنه إحنا شركاء في هذا المكتب العقاري سيف لكن أقول لك أنا مديره ردة الفعل الطبيعية عند البشر تقول ليش مو أنا مديره لما قلت لك أنا مدير قلت لي أنا مدير لكن لو قلت لك فتحنا شركة وترى أنا ارتأيت أنك أنت تكون مديرا لها ردة الفعلك الطبيعية وش تقول لي بالعكس ليش ما تكون أنت المدير شوف البشر البشر بقدر ما تعطيه سيعطيك تريد أن تأخذ تحمل ضريبة الأخذ فلما تقول للمشاهدين أهلا بكم في برنامجكم الرائع والجميل يقولوا على أي أساس قلت أنه رائع وأنه رائع وجميل الأمر الثاني هذه ألفاظ لغوية لا تقل سعيد بتواجدي معكم الوجد حالة شعورية الوجد لكن سعيد بوجودي معكم هذه من الأخطاء اللغوية الشائعة إذا كنت تعبر عن حالة شعورية تقول التواجد من الوجد إذا كانت حالة شعورية فهو نعم تواجد لكن لغة الذين يعبرون في الإعلام سعيد بتواجدي معكم هذا من أكبر الأخطاء الفادحة ويجب ألا يقع فيها مذيع أهلا أنا سعيد بوجودي معكم من الوجود من الكينونة وليست من التواجد أعطيكم شيء ثم نأخذ نموذجين في واحد مرة من المرات ذهب إلى حوش البيت وجد أن فأسه قد سرق يعني هذا رجل عنده كذا حوش وجاي يبحث عن الفأس وجد أن فأسه قد سرق قال فشككت في ابن الجار قال قلت ما سرقني إلا فلان ابن جارنا قالوا خرجت أنتظره قال فعلا وهو قادم فإذا مشيته بمشية سارق قال لما وصل عندي فإذا عيونه عيون سارق قال سألته عن الفأس وين الفأس؟ قال ما أخذته أنا قال حتى طريقة كلامه كلام سارق ركزوا معي إذن هو يمشي قال هذه قلت مشية سارق معناها أكيد عنده قال وصل عندي ورأيت عيون وقلت هذه عيون سارق قال لما قلت له وين الفأس قال ما أخذته أنا قال فحتى طريقة كلامه طريقة سارق طريقة حديث سارق قال لكن مشيت وعرفت أنه هو السارق قال دخلت للبيت وفتشت جيدا وجدت الفأس قال فخرجت أنتظر ولد الجار لأعتذر له قال هو يمشي فإذا بمشيته ليست بمشية سارق ولما وصل عندي عيونه ليست بعيون سارق
ولما اعتذرت له تراني وجدت الفأس وقال عذرك مقبول، طريقة حديثه ليست بحديث سارق. قال فعرفت أنا السارق لمشاعره، وسارق لأخلاق الرجل، وسارق لسوء الظن. شاهد ذلك من أصدق ما كان يقوله المتنبي أو قاله المتنبي وقاله الشعراء قديما وحديثا، وسآتي إليه، أنه مثل ما تتوهم، واللي يعطيني هذا بيت الشعر له جائزة، مثل ما تتوهم سترى الناس بعين وهمك وبعين خيالك. هو الآن لما كان يعتقد أن الولد هو السارق قال مشيت سارق وعيون سارق وكلام سارق، لما وجد الفأس في البيت هو بحث فقط، تغيرت النظرة. إذن إذا ساء المرء ساء ظنونه وصدق ما كان يعتاده من توهمي. حتى في الإعلام لما تجلس هنا إذا رأيت الناس أنهم أعداء ويجب أن تنتقم منهم ستقدم بطريقة بشعة، ولما ترى أن الناس لهم بفضل الله كبير وفضل عليك أنهم جلسوا ليتابعوك ويعطيكم من أوقاتهم لا تصفي حساباتك الشخصية على الشاشة. كم يرد عليك واحد في تويتر أو في سناب أو في الحياة حتى في مجلس خمسة، ثم تأتي لشاشة يشاهدها الملايين ترد؟ هذا من أكبر الأخطاء. أريد نموذجين، تفضلوا معي. خليني أخذ نايف، تفضل نايف. تكون مقدم ولا ضيف؟ مقدم معك. مقدم، يلا أنت المقدم وأنا ضيفك. يلا وش تريد الموضوع؟ بر الوالدين. يلا معك دقيقتين ثم نأخذ النماذج الثانية. هذه كاميرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. نرحب بهذه الليلة معنا بأخونا وضيفنا الكريم الأستاذ ناصر سي. أهلا وسهلا بك. الله يحييك أستاذ نايف، وأنا سعيد بك، وأنت من المذيعين المخضرمين اللي يشرف الإنسان بالظهور معهم. الله يسلم حالك والله يرفع قدرك. اليوم موضوعنا بيكون عن بر الوالدين. أسأل الله أن الله يحفظهم ويطول في أعمارهم ويرحم الأموات منهم ويطول في عمر الأحياء منهم يا رب. حدثنا. أولا أنا سعيد بك وكذلك بجمهور قناة الواقع الكريم، وأنت استضفتني للحديث عن موضوع عظيم. يعني ما قرن الله عبادة بتوحيده وعبادته مثل بر الوالدين. فبر الوالدين نهج وحياة وسعادة، ولا يمكن أن يكون هناك توفيق، ولا يمكن أن تكون سعادة، ولا يمكن أن يكون رضا في الحياة من غير أن يرضى عليك أو يرضى عنك الوالدان. لو بتقول كلمة عن الأم وش بتكون كلمتك؟ والله الأم حياة. ودعني أخاطب الأمهات. شوفوا يا شباب لما قلت له دعني أخاطب الأمهات أنا نظرت إلى الكاميرا مباشرة وليس إليه، لأنه ليس أم. نعم، دعني أخاطب الأمهات. أقول أيتها الأم أنت عظيمة جليلة القدر مهابة الجانب، سبحان من وهبك وحباك وأعطاك وأرضاك وجعل الله رضاه في رضاك، فأنت ثمرة الأيام وبهجة الحياة. وأني أقول يا أستاذ نايف لكل ابن وكل بنت إن أردت التوفيق عليك ببر الوالدين. أسأل الله في هذا اليوم أن الله يطول في عمرك، وشرفتنا في هذه الحلقة الجميلة، وأهلا وسهلا بك في كل وقت. أعزائي المشاهدين نتمنى أن ننال على حسن الاستماع من أذانيكم الصاغة لنا. صاغية. الصاغية لنا، ومرحبا بكم في كل وقت إن سمحت لي في كلمة. أنا حاب أمسي عليش يا بنت عايض اللي هي أمي جمعة بنت عايض. يلا سلم. والله يطول في عمرش إن شاء الله. أنا طبعا جدتي أم أمي. حلو. كل صباح تقوم وتشغل على قناة الواقع. الله الله يرضى عنها. وهي أسأل الله إن الله يشفيها ويسخالها بالعافية، هي مريضة كلى. الله يشفيها شفاء لا يغادر سقما. الله يسمع منك. بعض الأحيان أنها تروح تذهب للمستشفى وحتى جوالها. يعني يا حظ أني معك عشان تشوفنا معك. إي نعم، فأنا أتمنى أنك تدعي لها دعوة إن الله يشفيها. طبعا جدتي الثانية شيمة بنت سالم بن أحمدة أم الوالد. ما شاء الله. يشاهدوني وهذولا والله العظيم إن جدتي من صوب أبي وجدتي من صوب الوالدة إنهم مالكيني بشيء، حتى لا طلعت ولا كلمتهم لو تسمع كلامهم ودعاهم لي وتحفيزهم لي إن كأني مالك الدنيا وما عليها.
فأتمنى أنك تقول لهم كلمتين بسيطة. ما شاء الله نايف. سامحني على المصيغة الحوار. لا لأنك تكلم مجانا فأنت استثمرت الفرصة. الله يرفع قدرك. ونحن نقول استثمار لا استغلال. بعض الناس يقول استغليت. لكن أنت استثمرت الفرصة وجبتها بجمال. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن جدتك وأن يشفيها وأن يحفظها. اللهم آمين. وكذلك الوالدة الكريمة. الوالدة ما قالت لك اهتم في ناصر شيء؟ والله طبعا الوالدة هنا فيه تصميم مسوينه وشفته وأنت ما يحتاج. ما يختلف على مكانتك اثنين. وش التصميم؟ أنت مختلف. تصميم عن كلمة لي. الله يرضى عنك. سمعت. تستاهل. وأنت كلامك دايم عني زين ويحفزني أنا يا نايف. والله أني صادق. الله يرضى عنك يا رب. فيصل يأشر على الساعة يقول لي تأخرت على يلا يا فيصل. وقتها ثمين. فيصل من تريد يكون معك؟ شكرا يا نايف. الله يرضى قدر. الله يسعدك. تفضل يا فيصل وسيف. يلا سعود مع من تريد تكون؟ يلا سعود مع تركي. سيف من سلطنة عمان أرض الحب والجمال. من يكون معك؟ أو أكون أنا معك؟ يلا أنت تكون مقدم ولا ضيف؟ أنا المقدم طال عمرك. الموضوع عن إيش؟ موضوع عن الإعلام. يلا معكم دقيقتين. واحد اثنين ثلاثة. وين كاميرتي؟ وين كاميرتي؟ وين كاميرتي؟ عادي ناظر في الكاميرا ولا؟ إيه ناظر لازم. هذه فقرة حقيقية. أنا كمذيع. كاميرتي ويني؟ هذه. أهلا وسهلا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا لحلقة هذه الليلة. معاكم سيف وضيفه العزيز الإعلامي فيصل بن حازم القحطاني. أهلا وسهلا. يا مرحبا ومسهلا. الله يطول عمرك. مرحبتين ومسهلتين. جعل عمرك طويل. مرحبا. مسي عليك وعلى مشاهدينا الكرام أمام شاشة قناة الواقع تحديدا برنامج كاريزما. مرحبا ومسهلا ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا استاذ فيصل. الله يبقيك. مرحبا والله ومسهلا. شرفتنا ونورتنا. شرف لي طال عمرك. بندخل معك موضوعنا الجميل البسيط الا وهو عن الاعلام وسيرتك الاعلاميه قبل هذا البرنامج. تفضل طال عمرك وعطنا اسرع وقت عشان الوقت عندنا. عطنا بعض الاساسيات والميزات اللي كسبتها في الاعلام. الاعلام بديت في اعلام القبيله بدايتها قبل 8 سنوات او 7 سنوات. ما شاء الله. وصارت هوايه لي انا. حلو. ما هي بدراسه، هوايه. هوايه. هل انك راح تكمل مشوارك بعد البرنامج تطور من الاعلام ولا؟ انا ما دخلت هنا الا اطور المسيره الاولى. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش رايك في مجال الاعلام ومجال التمثيل؟ من بغاها كلها خلاها كلها. خليك على شيء معين. هل انت تقول اني بانجح في مجال الاعلام والمنصات الاعلاميه واترك التمثيل الى اهله؟ نعم. احسنت. طيب استفدنا منك اليوم بعض المواضيع الجميله. نختم معكم مشاهدينا الكرام في فقره هذه الليله. نشكركم على حسن استماعكم. اوعدكم باذن الله بحلقه ثانيه في امان الله. شكرا استاذ فيصل. ما شاء الله تبارك الله. والله منورين وتالقتم. واحنا نتكلم على بدايات، فتقييم لبداية، بداية جميلة ومشرقة. وإن كانت بدايته مشرقة كانت نهايته، ما كانت بدايته إيش حارقة كانت نهايته مشرقة. شكرا جزيلا. عفوا طال عمرك. الله يكرمك. متألقين. تعلم منك. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك. آمين يا رب. شكرا يا ضيفي. الله يحفظك. الله شكرا يا ضيفي. بالنسبة لهذا اللقاء طبعا احنا نتكلم على بدايات فقط. كان سيف في النهاية لما ختمت لا تقم مباشرة، أعطي فرصة للمخرج أن يأتي بالشارة وأن يلتقط الصوت. وهذه مهمة كذلك. في إيش؟ أنك بكرة إن شاء الله لما تكونوا مذيعين سواء في الواقع أو في غيرها، إن شاء الله تبقوا في الواقع ولا ودكم تغيروا. الواقع تتشرف فيها وهي تتشرف فيكم. قد تصدمون ببعض الضيوف الذين لا يتحدثون كثيرا. الإعلام يا أحبابي شطران، كلمة وصورة. الصورة هو أنت، هو الشخص أو مثال المقطع الفيديو أو الفيلم الوثائقي. والكلمة هو ما ستقوله أنت. فتعال قلت لك محضر وتعال مرتب نفسك. لكن قد تقع في يدي ضيوف لا يتحدثون كثيرا. هذا ليس موضعا للإيجاز إلا إذا طلب منك المذيع أن تكون موجزا. يعني يقول أنت ولدت في الرياض؟ نعم. لا.
بس لو قال لك حدثني عن ميلادك لا تقول أنا ولدت في الرياض وتسكت، لا هو يريد أن يسمع منك، لأنه لما تقول ولدت في الرياض وتسكت يا الله تجي عليك الكاميرا، حتى المخرج ما يقدر يقطع عليك. لذلك من الذكاء في الإعلام لو أنا أريد أقول فقط الرياض أني ولدت في الرياض، أنا مثلا ولدت في الجزائر، يقول ناصر يعني بما أنه برنامجنا سيرة ومسيرة أقول لك سأبدأ معك من حيث يذكر لك ولا تذكر، يذكر لك ولا تذكر متى وأين ولدت. نعم أخوك ناصر سعد عبد الله، أنا ولدت في الجزائر، ودعني أحدثك عن المدينة التي ولدت فيها في كلمتين، حتى المخرج يرتاح في التقطيع عليك. أنا ما سألتك عن المدينة، بس من ذكائك الإعلامي أن تشقق الإجابة. فإذا بكرة إن شاء الله لما تكونوا مذيعين يأتيك ضيف لا يتكلم كثيراً، إيش تسوي؟ شقق له السؤال. يعني أنت كنت تتمنى لما تسأل وتقول أين ولدت يقول في الرياض، والرياض بدوية ساحرة مدينة الجمال وهي اليوم عاصمة الأحلام. الإعلام يحب هذه اللغة بس بموضعها، يعني لا تكثر، لأن البلاغة الإيجاز بس ليس دائماً. متى أختصر ومتى أطيل؟ اختصر الكلام ليحفظ وأطل الكلام ليفهم. إذا تريد فهم شيء أطل الكلام، لكن إذا تريد كلام يحفظ حكمة كذا اختصر. إذن كانت العرب تختصر الكلام ليحفظ وتطيل الكلام ليفهم. فإذا الضيف ما يتحدث كثير من نفس إجابته سأخرج له سؤالا، يعني يقول له أين ولدت؟ أنا تمنيت يقول الرياض، والرياض مدينة جميلة وهي مفردة يعني جمع لكلمة روضة، ويبدأ يشرح والرياض وجمالها وهي عاصمة الأحلام وعاصمة العالم اليوم. إذا ما تحدث كذا أقول بما أنه أجبني عن الرياض إيش ممكن أقول له سؤال ثاني أخليه يتحدث، أسأل عن أشياء في الرياض. في أي أحياء الرياض كنت؟ أنا في أحياء الرياض القديمة أم الجديدة؟ نعم، يقول أنا من الأوائل الذين سكنوا الدرعية أو أسرتنا، وأسرتنا كانت كذا وكذا، ثم يبدأ يتكلم فتشقق له السؤال، أي أنك تأخذ من إجابته سؤالا آخر. تفضل، من اللي يكون معي الآن؟ أعطيني سعود، يلا الضيف. لا الضيف فيصل ما شاء الله عريس. سعود تريد أحد معك ولا أنا أقدم؟ تريد مقدم ولا ضيف؟ لا أنا مقدم. مقدم تعال هنا، أنا ضيفه ناصر سي. حديثك عن إيش؟ يلا الشباب بقي لي فايز وناصر وسيف وتركي ثم عبد الله تجي مقدم. يلا يلا الشباب مع الوقت. أسلم يا هذه كاميرتك، انظر إليها تمام. قلت لك انظر في التقديم في الترحيب ثم رحب بالضيف، التفت إلي ثم إذا تريد أرقام الاتصالات ارجع للكاميرا مرة أخرى. تمام أبدأ؟ استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة الكل قناة الواقع الفضائية في برنامج كاريزما، محدثكم سعود بن علوش. كذلك نرحب في ضيفي الإعلامي المبدع المتميز والمتألق ناصر سي. الله يحييك أستاذ سعود، وأنت من المذيعين المتميزين، وسعيد أن أظهر معك ورحب كذلك بمشاهدي الواقع. أستاذ ناصر سي معليش بس ودي أني أسألك سؤال، متى ناصر سي شق طريق الإعلام ومتى شاف نفسه متهيئ للإعلام؟ نعم سؤال جميل كجمالك. الإعلام مدرسة والإعلام فن. هو أولا أنا درست إعلام يعني في الجامعة، فأنا خريج جامعة الجزائر علوم سياسية وإعلام، ثم تخصصت في الإعلام التلفزيوني. طبعا كنت أكاديميا قبلها، درست في الجامعة مدخل إلى علوم الإعلام. تقريبا من 12 سنة يعني بدأت في زد رصيدك 2، ثم انتقلت إلى قناة المجد في تجربة طويلة وكبيرة وإلى الآن، والآن معكم عبر شاشة الواقع. وبالمناسبة شاشة قناة الواقع من الشاشات العملاقة الكبيرة التي يعتبر الظهور عليها أو على جمهورها شرف كبير، وأنت من المذيعين اللي كنت لما أراك على الشاشة يعني يقول هذا المذيع سيشق له عباب البحر الطويل. الله يطول عمرك. طبعا حنا شاشة قناة الواقع كل يتنافس عشان يطلع فيها في الشاشة، وكذلك إيه بشويش بس سام أسلم أقول لك شاشة قناة الواقع كل يتحمس إنه يطلع فيها. بس هل أستاذ ناصر سي يشوف أنه اكتفى أو في طموح زيادة أو يبي يوصل هدف معين؟ شوف يا حبيبي سعود، ما في أحد يقول أني اكتفيت. اللي يقول أني اكتفيت وأني وصلت هذا قد ظلم نفسه وذبح نفسه بسكين الوهم.
لأنه الإنسان يجب أن يكون مدمن تحسين ومدمن تطوير، وكل ما وصلت إلى مرحلة انتقل إلى مرحلة أخرى، والحياة مراحل، يعني كل مرة تنتقل إلى نقطة ستجد نقطة بعدها، واللي ربما كان لك شغف وانت عمرك 20 اليوم لما عمرك 25 أو 30 يكون الشغف تغير، فالله عز وجل يطفئ الشعور ويحيي فيك شعورا آخر. طيب أستاذ ناصر سيم معليش، لا إله إلا الله، كلمة توجهها للقادم اللي بيكون إعلامي أو مقدم ناجح، كلمة توجهها له تكون مختصرة. من أراد أن يكون مذيعا ناجحا أستأذنك في أن يخاطب من يسمعني الآن، عليه بثلاث أشياء. أولا يجب أن تكون نفسك، لأنك ستخرج عقلك وتخرج نفسك إلى الناس، فتحمل ما سيأتيك ربما من بعض نقدهم. ومن أراد أن لا ينتقد أو أن لا يتحدث عنه الناس فلا يفعل شيئا، لأنه السفن تنعم في الموانئ لكنها لم تصنع لهذا، السفن يجب أن تخوض عباب البحر. ثانيا أيها المذيع الكريم واللي قادم بقوة إلى الساحة، احترم عقل من يسمعك، إذا ظهرت على الشاشة فاظهر بجمال وبالصورة التي تليق بك وبأسرتك وببلدك وبدينك الذي هو دين الجمال. الثالثة يعني من الرسائل التي ينبغي أن أقولها، أنه لا تحرق المراحل، يعني ممكن أن تكون مقدما في برنامج يعني واقعي لأن هذا يعطيك أريحية. ثم اعرف هل أنت تريد أن تكون مقدم إخباري أو أن تكون حواري، وفالك التوفيق، ولا تيأس ولا تلتفت إلى من يثبطك، لأنك في الحياة ستجد عراقيل، تجد حجارة لا تتعرقل بها، اجعلها سلما. وإني أوصيك أيها المذيع القادم بإذن الله، إن إذا وصلت لا تؤذي من كان يعرقلك، بل خذ بيده إلى النجاح مرة أخرى، لأن الحياة تشبه سلم المصعد الكهربائي، الذين تحتقرهم في أثناء صعودك تأكد أنك ستراهم في أثناء نزولك. صحيح. السؤال ما قبل الختام، هل علم النفس له دخل في الإعلام، أو إن كنت عشان تقدر تتحاور مع الضيف؟ أو والله سؤال جميل، هذا يكاد يكون من أجمل الأسئلة اللي وصلتني عبر الفضائيات. هل لعلم النفس ارتباط بالإعلام؟ نعم، بل الحياة كلها لها ارتباط بعلم النفس. وفي كتاب اسمه علم نفس المراحل العمرية للدكتور المفدى، يبين للإنسان الأمور التي ينبغي أن يكون عليها، مثل طبيعة تفكير الرجل وطبيعة تفكير المرأة. يعني المرأة إذا أقبلت عليك مثلا بحديث زوجة أما أختا بنتا، يجب أن تستمع لها وتنصت جيدا، وأن تكون أحيانا بين يديها طفلا لبقا، لأنه لا يشترط أن تعطيها حلا لكن يجب أن تعطيها اهتماما. فمعرفتك بعلم النفس ما يسمى بسيكولوجيا الجماهير، وعلم نفس ما يريده الجمهور، أنت الإعلامي في الأخير ليس راقصة يقدم ما يريده الجمهور، بل هو صاحب رسالة يقدم الأنسب والأرحب والأفضل، حتى وإن يعني لم يكن على الوجه الأكمل لكنه سيكون أكمل مع في وقت لاحق بإذن الله. صحيح. كلمة الختام أستاذ ناصر سي، كلمة الختام، شيء تبي توصله للناس قبل أن نختم؟ أنا أوصل للناس أقول لهم والله أني يعني حافظوا على هذا القلب، يعني من ناحية أن لا يكون فيه حسد ولا غل، لأنه من حافظ على قلبه ظهر على تفاصيل وجهه. سعدت بك. الله يطول عمرك. أنا أسعد. أعزائي المشاهدين انتظرونا في موعد آخر إن شاء الله، وشكرا لك. شكرا يا سعود، وكذلك المشاهدين تستمرون معنا. وقت الآن المغرب، نعم الأذان، ثم عندي تركي وناصر وسيف وفايز، ترجع لي بعد الأذان. إلى الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة احييكم تحية انفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواظر هجع فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. أهلا ومرحبا وحبا، لقاء جديد عبر شاشتكم قناة الواقع. حبيبي تركي، يا أهلا وسهلا أخوي أستاذ ناصر. الله يسعد. أنا أريد مقدمة مو كذا، أجمل من كذا لأنك جميل. تفضل. بإذن الله. بسم الله. هذه كاميرتك هنا؟ هذه؟ أي نعم. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من حلقات ورود، أحييكم من خلف الشاشات وأحيي أخوي الغالي وضيفي الأستاذ ناصر سي. أهلا وسهلا. الله يحييك. أهلا وسهلا بك. مسهلا. منور. تشرفت اليوم بوجودك معنا. وأنا من أكثر. من أعز وأجمل الضيوف اللي طلبناهم اليوم وجونا. الله يكرمك. الله يطول عمرك. أنا اللي سعيد بك. الله يجزاك خير. وأحيي إخوان المشاهدين وأخوان المتسابقين اللي حاضرين معنا، مرحبا ومسهلا بكم. اهلا وسهلا اخوي استاذ ناصر. نرجع لك فقرتنا اليوم عن الاسئله، نبغى نسال كذا وندردش وناخذ معك ونعطي. من الاسئله، وش من الفوائد اللي استفدتها في الاعلام؟ نعم، اولا انا اللي سعيد بك وكذلك بالجمهور الكريم. فوائد الاعلام كثيره، من بينها اني ارى امثالك. الله يطول عمرك. واسعد بك. والاعلام رساله كبيره، والاعلام فضاء، ولكن ميزة الإعلام أنه يعمل بهدوء لكنه في عمق. يعني رسالة الإعلام مو شرط أنك تتأثر اليوم، لكن كلما تعرضت لرسالة إيجابية أنت قد، مثل ما أنه الإنسان إذا أكل تمرة لا يكبر بتمرة واحدة، الإنسان يكبر بمجموع التمرات ومجموع الوجبات. حتى الرسائل الإيجابية والخير، بعض الناس يقول ما فائدة الإعلام، أنت ستتأثر بمجموع الرسائل وما تتلقاه، فإذا انتقي الذي تتلقاه، لأنه الإنسان إذا كان كذلك يتلقى رسائل غير جيدة يظن أنه اليوم لن يتأثر، لكنك ستتأثر بمجموع الوجبات والتمرات الغير جيدة، فاختر تمرات جيدة تكبر بها نضجا وعقلا وأدبا ولطفا. شكرا لك أستاذ ناصر، من أجمل الأشخاص، وكلام لا يستغرب من الأشخاص اللي مثلك. شكرا. الله لك. الله يسعدك. أختم هذه الفقرة، وشكرا على حسن استماعكم أخوان المشاهدين وأخوان الضيوف أستاذ ناصر وأخوان المتسابقين، شكرا لكم. ولا نقول وداعا، ولنا لقاء آخر بإذن الله في فقرة جديدة. شكرا. ما شاء الله لكم. تبارك. ما شاء الله. وفقت وفقت. مين فايز، أو سيف أو ناصر؟ تفضل يا يلا فايز. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يوفقكم. وإحنا البدايات وكل مرة نعطي. جميل جميل. بعدين الملاحظات نجمعها مرة واحدة. سعداء بكم. أهلا بفايز. أنا أرحب ثم أرجع. أنت ستكون مقدماً طبعاً. يا من المقدمات أحياناً اللي أهلاً. طيب، أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة أهلاً بكم في أوراق الجمال. أرحب بضيفي فايز الشهراني الذي قصة حياته ظاهرها خيال وباطنها حقيقة. أهلاً وسهلاً بفايز. البقايا مرحبا ومسهلا. تشرفت بتواجدي معك أستاذ ناصر. الآن أنت المقدم. يلا. حلو. هذه كاميرتك، هذه هنا هنا. يلا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين على هذا الصرح الجميل في قناة الواقع هنا مصنع نجومية، ونلتقي معكم بضيف جميل
لبق متألق في عالم الإعلام. أهلا بك أستاذ ناصر سي، مرحبا ومسهلا. الله يسعدك يا أستاذ فايز، وأنا فايز وأنا اللي سعيد بك، منور. أثرنا وجمل الحياة في مسامعنا بالكلام الطيب والجماليات أستاذ ناصر. والله تحدثت عن عظيم الحياة، من صنعها بالجمال صنع له الجمال، والإنسان يجب أن يكون صانع جمال ومدمن تحسين. شوف الإنسان أحيانا لما يدخل إلى يكون نايم في غرفة مظلمة، لما يعني تولع النور فيأتيه زي الغبش في عينيه، الخلل ليس في النور لكن هو الذي أطال المكث في الظلام. فإذا أردت أن تكون مرتاحا في حياتك أخرج إلى النور، لما ترى النور يصعب عليك العودة إلى الظلام. يعني مثالي الذي أقوله مثل ما تفضلت في الجمال، بعض الناس لا يصدق أنه في أمثالكم من الطيبين، يعني سلمي الصدور والأفئدة والقلوب، ويعيشون الحياة بعيدا عن الناس وعن القيل والقال. بعض الناس يبذلون جهدا غير عادي فقط ليكونوا أناسا عاديين، فخليك عادي من البداية. يعني لما تدخل على غرفة مظلمة وتولع فيها النور يأتي هذا الغبش، الخلل ليس في الضوء ولا في النور، الخلل في طول بقائك في الظلام. بعدها لما تتعود على الضوء والنور يصعب عليك العودة إلى الظلام مرة أخرى. كذلك في عالم الجمال، إن تعودت عليه وعلى النظام وعلى الترتيب والجمال يصعب عليك العودة إلى القبح مرة أخرى. كلام جميل، كلام جميل أستاذ ناصر. ولكن اللي استنبطته من كلامك أنك لكل شخص يريد أن يرى الحياة جميلة يراها جميلة. أحسن. وأي شخص ما يبغى يشوفها جميلة عاد كيف؟ زاوية النظر، زاوية النظر. أنا الآن أنظر إليك وإلى أمثالك والزاوية الجميلة، حتى المخرج الآن يختار الصورة الجميلة في الديكور، في أشياء أوراق وكذا مرمية لا يأتي عليه، إذن الزاوية نفسها لكن زاوية النظر. شكرا يا فايز. عفوا لك، تشرفت بتواجدي معك الآن. ونقول لأعزائي المشاهدين شكرا لكم وأسفين على تأخير الوقت، الصلاة والأذان وكذا دهمنا الوقت، ولا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء في حلقة قادمة مع الأستاذ ناصر سي، وشكرا لكم على حسن الاستماع. الله يسعدك، وكاريزما جميلة يا فايز. طول عمرك يا حبيبي. تفضل يا ناصر، هنيئا لك، أنت مشروع، واليوم نطلع مشاريع مقدمين. حبيبي ناصر المقدم الكبير ناصر معك ثم سيف سلطنة عمان أرض الحب والدلال، جاهز؟ يلا تفضل يا حبيبي، هذه كاميرتك. السلام عليكم، مرحبا وسهلا مشاهدين الكرام من أمام شاشة قناة الواقع، نحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة الشعر، ويقول وأثره، يقول أبوي ظافر بن عشال الشعر ديوان العرب والتعاليل، لمر عقال الرجال انصتوا له تناقله لجيال جيل بعد جيل يحفظ تواريخ العرب والبطولة. ونرحب بضيفنا لهذه الليلة الملم وصاحب البسمة الجميلة الأستاذ ناصر سين، يا مرحبا سنة. الله يسعدك، وصراحة من أجمل المقدمات التي سمعتها، وهذا ليس بمستغرب عليك، وأنت تتقن العربية والإنجليزية وتتقن المراجل. الله يطول عمرك. الله يسعدك، كل هذا قليلا من ما عندك. الله يسعدك. Do you speak English؟ Yeah, I speak English. ما شاء الله تبارك الله، تفضل. علمني الأثر الشعر على المجتمع أو العرب بشكل عام. الكلمة سلاح، وإن بيع الكلمة أخطر من بيع الجندي لسلاحه، فكونك تقول الكلمة في الوقت المناسب فهي أشد من الرصاص، سواء قد تحيي بها إنسانا وقد تقتل بها إنسانا. والشعر ديوان العرب، ومن نظم الشعر وحسنت كلمته دانت له القلوب. إذا أردت أن تكون لك مكان في القلوب ومنزل بين الناس، الفصاحة من حسن الخلق، وهذا من عجائب ما عده علماء الأخلاق، قالوا الفصيح خلوق والفصاحة نوع من الأخلاق الجميلة. طيب أنت تقول أن السلاح يباع أو الكلمة، هل أنت مع بيع الشعر؟ لأن في أشخاص يسوي قصيدة ويبيعها ويأخذ حقها، فهل أنت مع الناس اللي يبيعون أو لا؟ هذا شيء آخر، يعني قضية أنه الإنسان أن الشاعر يبيع شعره، هذه ممكن ترجع إلى كثير من يعني الظروف التي تحيط به، وربما مسألة القيم، فهو يعني ينظر إليها من زاويته. لكن دعني أقول لك أن الإنسان هو رهين نفسه ورهين كلمته. الآن لما أقول لك أنت جميل ورائع، شوف البسمة عليك، ولو قلت كلمة أخرى ربما أقعدتك في فراشك وأنا أكون ملاما وربما آثما. ممكن لا تأثر فيني.
يا حبيب. نعم. عندك شيء تضيفه؟ أضيف أن أقول ابقى رائعا كما أنت إن شاء الله. الله يسعدك. نحن نتعلم. أنت بما أنك في الإنجليزي، واحد ذهب إلى الإنجليز سئل ما أغرب شيء رأيته عند الإنجليز، قال حتى أطفالهم يتكلمون الإنجليزي، يعني هو يظنهم مثقفين. أو إيش راح يتكلموا ياباني؟ شكرا. عفو. وفي الختام نستودعكم الله، وإلى اللقاء، ونشوفكم في حلقة أخرى بإذن الله. ونشوفكم ما تجي أبدا، لازم تطلع اللهجة. والله بطل. يلا يا سيف، والله أهنيك حبيبي. والله ما شاء الله، لأنك لبق فانعكست لباقتك على تقديمك. لأني آخذ القليل منك. يلا سيف وعبد الله الآن، ثم نذهب إلى الصلاة. من راح يكون مقدم؟ يلا عشان ننتقل إلى الصلاة. عبد الله أنت المقدم. هذه كاميرتك أستاذي. سيف هذه كاميرتك. يلا منورين كلاكما ما شاء الله تبارك الله. وين كاميرتي؟ معكم دقيقة، واحد اثنين ثلاثة، بدأ يا عبد الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أينما كنتم نرحب بكم كل ترحيب. معانا اليوم النجم والشاعر والمتألق سيف الجنيبي، سفير الشعر من سلطنة عمان. يا مرحبا فيك أستاذ سيف. مرحبا فيك، والله يحييك ويبجيك، سعيد بتواجدي معك. أولا إحنا في برنامجنا نحب نستضيف المبدع والمتميز أمثالك أستاذ سيف، ونبغى نسأله عن موهبته وعن الشعر وعن ما يقدم يعني من قصائد وآخر قصائد. في البداية حاب أقول كيف كانت بداية سيف؟ والله كنت محب للشعر ومستمع للشعر، وتعلمت الشعر من مجالس الشعر والشعراء، وكانت البداية الفعلية من المرحلة الإعدادية كما تطلقون عليها المرحلة المتوسط، فاستمريت الحمد لله وصلت إلى ما عليهني الحين. نشكرك أخوي الشاعر سيف الجنيبي، ولضيق الوقت نذهب إلى الأذان. يرفع الأذان من مدينة من القرية في مدينة الرياض. وشكرا أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وترقبونا في برنامج آخر وضيف جديد أيضا. ما شاء الله كل شيء كان جميل. في الأخير فقط يا حبيبي عبد الله، خليك على الكاميرا. المشاهد شوف، خليني أنا معك عشان كنت تقول اختم. لا لا تلتفت للمشتتات، هذه مهمة في الإعلام. تعالوا معي، خليك يا سيف. عبد الله خليك جنبي. تعال يا حبيبي سعود. في الإعلام ممتاز. في الشاشة قد تجد المصور يؤشر، قد تجد خلفك في الكواليس، قد واحد كذا، أنت المشاهد كل هذه الكواليس لا تعنيه. أنت أيها المقدم شفت جهد الإخراج وجهد الإعداد وجهد الإنتاج وجهد العاملين، كله ستخرجه أنت، يعني أنت المسؤول وأنت المؤتمن. صح. على أن تخرج الطبق بجمال. يعني الشيف شغف وغند من الشيفات، أنا أشوفهم الصباح كذا يكتبون. أعطيني أسمعكم في المذاق. في المذاق مين كمان؟ غند وشغف وإيمان وما أدري. منورين. هذو لما يعطوك وصفات الطبخة أنت مستأمن أن تخرج لهم الطبخة بجمال. صح. يعني المشاهد في الأخير يبغى يشوف نتيجة. إذا المخرج يحبك والفريق العامل يريد يقول لك طلعنا، ترى جهدنا يجب ألا يضيع بين يديك، فأنت وأنت تنظر ختم، حتى لو واحد يشتت يسوي بيده، أنت بينك وبين المشاهد هذه الساعة. لا تقول عندي مشاكل لا في البيت ولا في السيارة ولا في العمل. إذا خرجت فخرج لهم بجمال وبابتسامة، والابتسامة أقل تكلفة من الكهرباء ولكنها أكثر إشراقا منه. يعني نظرك إلى الكاميرا بحفاوة باحتفاء بروح، اعطي الناس من روحك. الكلمة يقولها اثنان، نفس الكلمة يقول ابن القيم، والكلمة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أحق الحق، ويريد بها الثاني أبطل الباطل، ويعرف هذا بسيرة الرجل ومنهجه وما يدعو إليه. كذلك إيش الكلمة يقولها اثنان، واحد يقولها بدون روح فتخرج باهتة ميتة، وبعضهم يلقي عليها من روحه ونبضه وحياته فتخرج قوية جميلة. شوف قصة قادر يقولها واحد، ولا واحد يركز، ولا واحد يضحك، ولا واحد يتأثر، ثم يأتي الثاني فيلقيها فكأنما يعني نفخت فيها الروح مرة أخرى. الله يسعدكم يا رب. كم باقي على الصلاة؟ دقائق. يلا احنا سنتوجه، قبل ما نتوجه طيب مشاهدينا الكرام، احنا نذكركم بوقف الأيتام بمكة المكرمة بالبلد الحرام. جودوا بما تقدرون عليه، الوقف قرب على الانتهاء، وهذا من الخير ومن النور ومن السرور أن نرى ونحتفل جميعا
قريبا بانتهاء هذا الوقف واكتماله، لأنه هذا سيكون عائده للأيتام، وسنفرح ويفرحون. فقدموا الخير وقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه قدم صدقة قبل أن تدعو، لأنك لن تكون أكرم من الله، يراك تكرم عباده ثم لا يكرمك. تنويه الوقف بدأ يكتمل، قافلة الخير تشد رحالها ما شاء الله، والتحق بالركب أخوي وأخوي المشاهد، أختي المشاهدة، التحق بالركب بعد باقي إلا القليل، وكن من اللي اصطفاهم الله سبحانه وتعالى في أنهم يقدمون الخير لليتيم، ودمتم في حفظ الله ورعايته. ما شاء الله، شوف بعض المشاركات، أزهار وأريام اليامي. يلا يلا عشان نأخذ هذه ثم نمشي، خليك معي، اللي يبغى يرتاح، اللي يتوضى يتوضى. أميمة كذلك هنا، غزلان، وطيب خليني كذلك في رسائل عبر سناب، إذا في رسالة مباشرة نقراها. الأستاذة مريم مستريحي، وكذلك نجود الدوسري، ما شاء الله تبارك الله، عبد الوهاب الرصي، ونوال. وخلينا أقرأ لكم مشاركة كذا، إذا أحد يكتب كذا شيء للشباب اكتبوا لي شيء لسعود، ما شاء الله. عبد الله الحربي، وينه عبد الله؟ الشباب ما جاء، حبيبنا سيف الحين وش هذه. طيب الله يحفظكم ويسعدكم مشاهدينا الكرام. خلينا نروح هنا. أنت متوضي؟ على وضوء الله. وأنت؟ نعم. جاهزين للصلاة؟ جاهزين. يلا الآن سننتقل كذلك مع المشاهدين الكرام، لكن خلوني وإياكم. كان هذه يعني ومضة، وجبة يعني بسيطة أو يسيرة، فقط أخذنا فيها ملمح في التقديم التلفزيوني وكذلك في الحياة، سواء كنت معلم معلمة. لا تمدح الفقرة التي ستقدمها، ولا تمدح برنامجك، لا تقول أهلا بكم في الجمال الرائع في برنامجكم الجميل أو في دورتكم الرائعة. كذلك المقدمة يجب أن تكون مختصرة إيحائية وجاذبة، اللي هي كلمة ماج، ميم مختصرة، وألف إيحائية وجاذبة. نلتقيكم بإذن الله على خير. احنا نروح مع المشاهدين للصلاة، لقاء آخر وقديم في أوراق الجمال. أعطيني إشارة على ما نروح للمسجد مخرجنا الكبير، لأنه معي واحد مثل سعود وواحد مثل سيف، أنا أحبهما، الجزائر والسعودية والسلطنة. كذلك الله يحفظك. نقدر نسمع ونروح المخرج الآن، شوف كيف يتألق. دائما يقولون يلا بأوراق الجمال قد التقينا لنحيا بالمسرة والصفا، به تغدو الحياة كما الربيع يفيض بالكمال والبهاء، يفيض بالكمال والبهاء.